اهدي ايه يا دياب، بتنصب الفاعل؟ اما بتنصب الفاعل من دلوقتي، امال لما تكبر هتنصب على مين؟ صفر. حاسب في ايه؟ انت طول الليل هتفضل تتخانق مع الكراريس كده اهو. تعالى لي يا دموك انت روخر. اه يا دموك، مش عارف تجر المضاف ليه؟ مش عارف. طب حياتي لا. صفر. تعرف يا ولا يا رمضان، أنا قابلت النهاردة تهاني بنت الحاج سليمان، بقت زي لقطة القشطة ما شاء الله، وفتحت أمها في الموضوع. البنت ما تتعيبش وهتساعدك تلم لك الكراريس اللي عمال تبعتر فيها طول النهار. اهدي اهدي يا نهار اسود ومنيل. آه آه، شقايا راح يما، شقايا اللي قضيته في التربية والتعليم راح يما. ده انت ليه تكسودي على دير انت اللي خلفوك؟ فسحي فسحي. طب اشرب بس شاي وروق دمك. شاي ايه؟ شاي مش شاي دهون؟ دم عوضين واهله هيسيح شاي الشاي دهون. فسحي فسحي. استنى يا رمضان، هو عمل ايه؟ بصي عمل ايه؟ اللي فهم دي كتب لي في الكراسة بوس الواوا ليك الواوا صح؟ انا بردانة صح؟ انا هدمتع في صوتي وهو يكتب لي بوس الواوا. طب استنى بس يا رمضان استنى، الواد امه ماتت وبياخد العزا النهارده. امه ماتت دي حاجه بتاعت ربنا، شغلي لازم اربيه عليه يعني هربيه. صدق الله العظيم. استاذ رمضان جاي يعزيك بنفسه يا عوضين. بس بيحبني قوي يابا. لا مؤاخذه يا مولانا، يا جماعة اللي فات اللي انتوا عاملينه راجل وجاي تعزوه في امه، كتب النهارده في الكراسة دهيا في درس الصرف والنحو بوس الواوا صح ليك الواوا احلى. والله ولسه فيكي نخوة يا بنت. وزير التربية والتعليم. ايه ده يا استاذ بهاء؟ معقولة ابن رمزي هو اللي خرشمك كده؟ يا فندم انا مش جاي اشتكي الاستاذ رمزي عشان تعاقبه، بس كل اللي انا طالبه انك تحنن قلبه عليا وارجو انه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا. لا لا لا، انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. معناها ايه الكلام ده؟ اكسر لك دراعك ورقبتك. لا دراعي بس يا فندم، رقبتي ابن السيد معالي وزير البيئة. وايه اللي تحت عين انت؟ دي؟ لا ده ابن عضو مجلس الشعب. انا لا يمكن اسكت على كده ابدا، دي اسمها فوضى. نعم الاستاذ رمزي ابن حضرتك. خليت نايل يدخل. ياسو. ازيك؟ على فكره انت ولد سافل وقليل الادب، ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تمد ايدك على مدير المدرسه بتاعتك يا كلب؟ ده كول داون، انا كنت بحوش عنه، الفاس كله كان بيتخانق وهو اتعجن في النص، مش صح كده يا مستر بهاء؟ اه الحقيقه الاستاذ رمزي ما كانش بيضرب، كان بيحوش. الظاهر ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. انا لما كنت في سنك وكنت اشوف المدرس بتاعي كنت بعملها على روحي. داد بليز اخلص خالص. انا هنقلك من المدرسه دي، هوديك المدرسه اللي انا درست فيها في الارياف في بيت بدر حلاوه عشان تعرف ان الله حق. استاذ بهاء انا بعتذر لك بشكل شخصي. ربنا يخلي معاليك يا فندم، عقبال باقي الوزراء ما ينقلوا ولادهم من عندي يا رب. معي يا مصر، المشوار اللي احنا رايحينه ده هو اللي خطوبه ولا قرايه فتح؟ ده اختبار للبنت وخلاص. اتفقني؟ ايوه ايوه مال ايوه. واوعي تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنظرش. ان شاء الله. يلا نوت يوم ان شاء الله. ادعي الله يا ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ مش عرفني وانا يعني هقول؟ لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقول لي الف مبروك. هو انا فتانه؟ ماشي يما ماشي. مبروك يا رمضان. شايفه يما؟ مالك يا موشه لبيه؟ مالك دنياك. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا عليها امبارح. سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان؟ هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يما؟ سمك. امشي امشي. يا صلاه النبي يا صلاه النبي، زفه كمان زفه ياما. كل ده هو ما قلتليش لحد. راني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش قاني دول هم. و
والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عاده هناك زيجات كثيره نبداها بضحك ولكن تفشل في النهايه. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت ابوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا استاذ رمضان. ابوك اللي بيضحك على طول ده هون هتشوفيه مرتين بس بعد كده، مره واحنا بنكتب الكتاب واللي بعدها مباشره لما يموت تيجي تلقى عليه نظره الوداع وانتهينا. ده كرم والله يا استاذ رمضان. لا مؤاخذه يا حاج سليمان، الاعمار بيد الله. اما بالنسبه لموضوع الاغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنه وانت في الحمام مرفوض، يعني مرفوض. ما تفتحش عينين البيت يا استاذ رمضان، دي لسه قطه مغمضه. اللي اوله شرط اخره نور يا حاج سليمان. ودلوقتي انا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالاذن. بيمتحنا الاستاذ رمضان، بيمتحنا ناجحه باذن الله. السؤال الاول، هل تضعين احمر خدود على خديك؟ ابدا والله يا سي الاستاذ رمضان. ايه مناسبه الزغروطه ده هي؟ وايه اللي دخلك في الكلام؟ انا بسالك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان عذرا يا امي. امي جاوبي يا بت. لا والله يا استاذ رمضان. لا ايه، امال الدم اللي ببك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشها وانا واقف؟ انا بسالك ولا بسالها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك أو تكوينه أو تسشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا أستاذ رمضان. لا إزاي يا بنت وأنا شايفه زي الحرير كده؟ ده حرير رباني. يمين بالله علقك وعبوتك قدام أهل بيتك، أما أكون بسأل حد الكل ينكتم. بنت يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي أنا شايفهم دول، عسلي عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله إن كلمة تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد؟ يا راجل انكتم. بنت يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قريفني ده هو المدعو سليمان ابو حجر؟ رباني برضو؟ عاوزه تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص يا رمضان ما تحبكهاش امال، نقرا الفتحة. نقرا الفتحة ويا ريت قهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجه. الليله دي سيبنا الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على اغاني الهبطه وبس. بص بص يلا ياما نمشي بالبيت النجس ده. انت بتتشرف من الصبح ليه؟ هو بيت ابوك عمال داخل خارج، مش خدوده مش رجليه، انت مالك وماله؟ ده انت تفت يا اخي، ده انت فيك العبر، انت مش حاسس بنفسك يا جدع؟ انت انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذرة يا امي. اشهدوا يا ناس، شوفوا العروسة بنت الحسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها، مطلع دول من اوضة نومها، اقسم بالله العظيم من اوضة نومها. الاولاني اهو اسمه حمائي وكاتب ليها على الصورة نويها. ناوي على ايه يا تهاني؟ ناوي على ايه انت وحمائي؟ وبص التاني كاتب ليها ايه؟ الاستاذ عمرو دياب كاتب ليها الليلاني. طب كنت خليني انا بكرة يا حاج سليمان. فضحتني قلبي فهماني انها جايبه شرايط ديت عشان تاخد كورس انجليزي. ايوه يا شيري، بكلمك من ميت بدر حلاوه. ايوه اه ابويا بربيني. لا المنظر هنا روش قوي، بقر وحمير عالي قوي يعني. التزم بالطريق، قلت لك التزم بالطريق. استنى شويه. طب ثانيه واحده. موف اوت ذا واي مان. دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. All right, that's it. Take it easy, Ahoy's. اهلا اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد،
رمزي باشا لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم. اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظر. الا مؤاخذه انت احسن من اي ناظر. ولا قوم اقعد ورا، اتفضل اقعد في اول تختي. لا 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 I will sit in the back. ايه ده؟ In the back. انت وشوقك ان شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجة كده على مقوس البلهانة والشفة. Thank you. تأمرش بحاجة تانية؟ كاتشوب. ليه؟ هو احنا وصلنا معاك في حاجة؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضو. انت فصلتني. انا افصلك؟ ده انت ابن الوزير. ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food, يعني في حاجة. هذا انت منورنا يا محمد. لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيل هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على الصفطه والعجلات، قول الاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بقى موتوسيكل. يلاقي موتوسيكل في رومك انت واللي خلفيتك. غور غور عن ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده. يا رب ندرين علي يا رب. لكن ده بحرنا بفرقه على البلد كله، بس عطرني فيه. يا استاذ رمضان اما اسالك من قصر رد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح. الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات. تاني هخليك الفت. انزل واطلع انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا. بص بقى اني هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحده ونص. اسمع كده اهرق يا